اتفضل يا استاذ. هو الاستاذ منجود عارف ان احنا كلنا على مسافه واحده وكلنا يعني في علاقه طيبه جدا. يعني المنطقه الصناعيه في كوم قشيم احنا عندنا 135 مصنع بيصدر بره. انا عايز اقول لحضرتك ان انا عندي فرص عماله كتير جدا في المنطقه الصناعيه، ومن خلال برنامج حضرتك انا بناشد كل ابناء محافظه الفيوم. انا عندي فرص عماله بتبدا من الحد الادنى 1200 جنيه لحد 3000 جنيه، مصانع كل اسبوع بتبعت لي كشف محتاجين وظائف، وانا بزف خبر صار جدا لاهل محافظه الفيوم، واعتقد ان هم عارفينه. والساده النواب، فخامه الساده الرئيس اصدر قرار جمهوري بانشاء اكبر منطقه صناعيه في الشرق الاوسط على مساحه 7800 فدان في شمال الفيوم. خصصنا جنبها 5000 فدان لاقامه مدينه جديده تخدم المنطقه الصناعيه وتخدم اهالي المحافظه عشان التكدس الموجود حاليا. فده طبعا المدينه دي بتعملها دراسات حاليا في وزاره الصناعه بالتعاون مع هيئه التنميه الصناعيه بالتعاون مع محافظه الفيوم. بنحط التصور النهائي، وان شاء الله باذن الله هندخل فيها مستثمرين وعن طريق المطور الصناعي. تمام.